من أجمل المواقف اللي مريت بيها في حياتي. صلي على سيدنا النبي. اللهم صل عليك يا سيدنا النبي. سنة 2003-2004 حاجة كده، في المركز الإسلامي في نيويورك، جت جنازة، كان يوم جمعة يا شيخ خالد. المتوفى مسلم وعيلته كلها مش مسلمين، فتعجبنا يعني حاجة غريبة. فبعدين قلنا يا جماعة في جنازة، استقيموا ويرحمكم الله. فالجامع كله في ساعة بعد صلاة الجمعة كل الناس واقفة تصلي ايه؟ جنازة. فأم المتوفى بتقول ايه ده؟ هو انتوا تعرفوه؟ قلنا لا لا، ده ان هذه امتكم امة واحدة، وربنا علمنا انما المؤمنون اخوة، دي اخوة، يعني اخوة ايمان واخوة انسانية. وبعدين قالت الناس كلها تصلي عليه، قلت لها حتى النبي علمنا عليه الصلاة والسلام ادعوا لاخيكم واخلصوا له الدعاء. قال طب انا عايز اقول لكم على حاجة، انا ابني ده الوحيد اللي كان بر بيا، انا ما كنتش اعرف اصلا انه مسلم، اصلا الوحيد في ولادي اللي بيسأل عني وبيتعهدني وبياخدني يفسحني، وما عرفتش ده الا وهو بيموت بيقول لها على فكرة شوف انا كنت بحبك قد ايه، انا مسلم ولما اموت وديني المركز الاسلامي اللي في الحتة الفلانية، فانا جبته لكم وفاء له زي ما كان وافي معايا. فاذا كان بقى الدين بتاعكم ده كده فاني اشهد ان لا اله الا الله انا عايز ابقى مسلم. الله الله. والله يا شيخ خالد 13 واحد اسلموا جنب الخشبه. اللهم صل على النبي. في ميزان مين بقى؟ في ميزان المتوفى. ليه؟ لانه سلوك. عمل سلوك. عمل بر، عمل احسان، كان وفي، قالت عمره ما زعلني.